فيه ده يا فندم هو الجرين زون، المكان اللي بتأهله وبتأسسه الدولة المستضيفة للقمة، وبتكون منطقة فيها أكتيفيتيز وأنشطة وبعض المعارض في المنطقة الخلفية، معارض للدول والجهات والشركات والوزارات. المبادرة دي قامت بها شركة مصرية لتقديم منتج عن طريق إعادة تصنيع. ده منتج إزازة مياه شرب معدنية، العبوة نفسها من الكرتون معدة تصنيعه، يعني مع البيئة يعني. مظبوط يا فندم، مظبوط. المكان هنا يا فندم كل العناصر الفنية اللي معمولة فيه معمولة من مواد معاد تدويرها، بنستغل كل المساحات، قدرنا نعمل بروجكشن على المباني اللي موجودة بحيث نعرض عليها محتوى بيئي ومحتوى يدي توعية. عندنا هنا مكان بيجي السياح بياخدوا يعني زرع ومكتوب عليه اسمهم. حضرتك كنت دايما بتوجهنا ان احنا لازم نمتلك القدره، دلوقتي الحمد لله احنا بقى عندنا القدره ان احنا نعمل ده ونحققه بشباب، مش من البرنامج الرئاسي بس، احنا المره دي عندنا شباب برنامج رئاسي، شباب الجامعات وشباب متطوعين. فندم فور تكليف سيادتك على طول لينا في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم. أنشأنا غرفة عمليات مركزية لإدارة مؤتمر المناخ مكونة من 2000 متطوع، منهم 1100 من شباب البرنامج الرئاسي، 100 متطوع أجنبي و800 متطوع مصريين من فئات مختلفة. الغرفة فندم هي الأمام حضرتك، الخيمة لونها أبيض، بندير فيها جميع فعاليات المؤتمر، المنطقة الزرقاء اللي فيها فعاليات سكرتارية الأمم المتحدة، المنطقة الخضراء اللي ستك بتشرفنا فيها النهاردة، بندير كمان مطار القاهرة ومطار شرم الشيخ، بندير 160 فندق اللي بيستقبلوا الضيوف، وطبعا الشباب كلهم في استقبال سيادتك عشان إن شاء الله المراسم النهاردة. صباح الخير. شركة بدل للدرجات الشرطية، شركة مصرية بنقدم السيرفيس دي حاليا في شرم الشيخ. اقدر ان انا اخد البايك من اي مكان واحطها في اي مكان، مش شرط ارجعها لنفس المكان. البايك بتشحن اللوك من السولار بانل، تمام، سستينبل، مش ما فيهاش اي كهرباء. احنا شركة مصرية مؤسسة شباب مصريين، بنحاول نحل جزء في شبكة المواصلات وهو جزء خاص بالمشاوير القصيرة اللي تحت 8 كيلو، دي بتمثل 70% من المشاوير في مصر. والحمد لله هنقفل السنة دي بأكتر من 500,000 رحلة وأكتر من 300,000 عميل، وبشكر حضرتك جدا على الدفعة الأولانية اللي حضرتك اديتها لنا في مؤتمر أفريقيا والشركات الناشئة ومنتدى الشباب اللي فات. شكرا لحضرتك. ده موتوسيكل الكهرباء لفيت بيه كل محافظات مصر خلال 30 يوم للترويج لمؤتمر المناخ ورفع الوعي بالتغيرات المناخيه. عدينا على ناس كتير وغطينا مشاريع كتير بتتكلم ليها علاقه بالتغير المناخي. المدى طالع بيه حوالي 200 كيلو تقريبا، ولازم يتشحن بعد كده. ايوه يتشحن بعد كده. خدنا 30 يوم خلال الرحله دي، عملنا 12,749 كيلو، ده قطر كوكب الارض في رساله للعالم ان احنا لازم نشتغل والبدايه من مصر. ربنا يوفقكم. ميرسي. ربنا يوفقك. شكرا كمان. شكرا. يلا نبدأ.